عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح في لندن سلسلة لقاءات مع المسؤولين البريطانيين لتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. رسالة رسمية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لرئيسة مجلس الوزراء البريطانية تريزا مي سلمها الشيخ ناصر الصباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، تسلمها السيد ديفيد لينغتون وزير شؤون مجلس الوزراء. كما التقى معالي النائب الأول ووزير الدفاع وزيرة الدفاع البريطانية الجديدة بيني موردنت، وبحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح مع الوزيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأجرى معاليه لقاء مع عمدة الحي المالي بقصر منشن هاوس، حيث وقع في سجل الزوار، وأجرى لقاء مع كبار رجال الاقتصاد في الحي المالي بلندن لبحث سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بما يعكس رؤية سمو الأمير لدولة الكويت 2035. حضر اللقاءات سعادة الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح وكيل وزارة الدفاع، وسعادة السفير خالد الدويسان سفير دولة الكويت، والدكتور فهد الراشد عضو المجلس الأعلى للتخطيط، والسيدة سارة أكبر عضو المجلس الأعلى للتخطيط، واللواء ركن محمد الكندري معاون رئيس الأركان للعمليات والخطط، واللواء الركن فهد الطريجي مدير الاستخبارات، والعميد ركن محجوب المرزوق رئيس هيئة مكتب النائب الأول ووزير الدفاع، والشيخ خالد المالك الصباح، والسيدة لؤلؤة النعمة. لقاءات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في العاصمة البريطانية لندن مع كبار المسؤولين بالحكومة تأتي للتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، من أمام مقر وزارة الدفاع البريطانية لندن.